أشادت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أشادت بالجهود التي ساهمت في تأسيس المجلس الذي قام وفق منهجيات راسخة وأسس ثابتة كنظام مؤسسي قائم على بنية قانونية صحيحة الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه اليوم كمؤسسة استشارية متخصصة في شؤون المرأة البحرينية تتبع صاحب الجلاله عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي يوليه كل اهتمام وتقدير منذ تاسيسه وبما يعزز من موقع البحرين على صعيد دعم وتعزيز حضور المراه البحرينيه ويضمن لها مشاركه متكافئه في المسيره الوطنيه وقالت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إن ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية منذ بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يعكس الإرادة السياسية الجادة والصادقة لتمكين المرأة ودعم وصولها لمواقع صنع القرار وضمان تكافؤ فرصها لبناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع لهذا الوطن العزيز ونوهت سموها حفظه الله بجهود المؤسسات العدليه والقانونيه في مملكه البحرين وتفاعلها الصادق مع موضوع يوم المراه البحرينيه هذا العام، الامر الذي انعكس على عمل المجلس في رصد التشريعات والقوانين الداعمه للمراه البحرينيه والتي اوصى بها المؤتمر الوطني الثالث للمراه البحرينيه والذي اقيم تحت عنوان المراه والقانون مسيره وانجاز تحديات وتطلعات. وذلك خلال الفترة من الاول وحتى الثالث من نوفمبر الجاري لحفظ كيان الاسرة البحرينية والمحافظة على استقرارها. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للدورة الخامسة للمجلس الاعلى للمرأة والذي عقد برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس. هذا وقد أحيط المجلس علما خلال الاجتماع بتقرير الأمانة العامة بشأن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 والذي تضمن رصد وتقييم الخطة إلى جانب قصص النجاح وأفضل الممارسات في مجالات الاستقرار الأسري وتكافؤ الفرص وجودة الحياة. كما أحيط المجلس علما بتقرير الأمانة العامة بشأن موجز إنجازات الدورة الخامسة للمجلس الأعلى للمرأة، وما تحقق من تطور على التشريعات والقوانين الصادرة، وأهم المبادرات والفعاليات والأنشطة على الصعيد المحلي والدولي، وكذلك استعراض مقترحات الأمانة العامة بشأن مناسبة يوم المرأة البحرينية 2017.